وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عمر بليغ، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية. أستاذ عمر، في البداية تحياتي لحضرتك وأهلا بك معنا على شاشة النيل للأخبار. أهلا يا فندم، وشرف لي تواجدي مع حضرتك. تحياتي لحضرتك يا فندم. طبعا يعني حدث مهم وبالغ الأهمية اليوم بافتتاح السيد رئيس الوزراء لصرح صناعي كبير جدا، وهي شركة النصر لصناعة السيارات. هذه الشركة التي لها تاريخ يعني يمتد لأكثر من 60 عاما، وكانت لها صولات وجولات في صناعة السيارات، وكانت هذه الشركة تنتج العديد من السيارات، حتى أن القارة الإفريقية كانت يعني تستفيد من هذه الشركة، وكان لها باع كبير جدا. الحقيقة السيد رئيس الوزراء ذكر النهاردة أن هناك عدة أسباب كانت حائلة خلال 15 عام الماضي في أن هذه الشركة تعود للإنتاج مرة أخرى، ولكن الدولة استطاعت بشكل كبير جدا لإعادتها إلى سابق عهدها، بل أكثر من ذلك بتطوير وتحديث ويعني التناغم بشكل كبير جدا مع مستثمرين سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. كيف ترى مستقبل الشركة يا أستاذ عمر في المرحلة القادمة، وكيف ستصبح من أهم مدخلات الخزانة المصرية في المرحلة القادمة؟ الأول أنا ببدأ يعني بتأييد ودعم القيادة السياسية بإعادة أكبر صرح صناعي لوحدات السيارات وشركة النصر، والانعكاس يعني إيجابي لتواجد الدكتور مصطفى مدبولي معالي رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد له أكيد باع كبير ودراسة لإعادة قيمة وتاريخ النصر للسيارات لما له من مصداقية وتاريخ لدى المواطن المصري عبر السنوات السابقة، وبالتالي ده هيختصر مسافة كبيرة قوي في المنتج، لان يعني هو مبني على ثقة وكفاءة الناس كلها تتذكرها، سواء الأجيال عاصرة النصر للسيارات أو الأجيال الجديدة لما بنحكي لهم إحنا ابتدينا عربياتنا إيه في السنوات السابقة، فده هيكون له مردود إيجابي في تنافس وإيجاد حصة تسويقية تسمح بتواجد المنتج المحلي بشكل أكبر، وتوفير عملة أجنبية عن قطاع السيارات، وخصوصا ان احنا نتمنى ان الانتاج المحلي والتجميع المحلي تزيد نسبته في السوق المصري على المستورد، حفاظا على العمله الاجنبيه وحفاظا على سمعه ومكانه الصناعه المصريه في مجال قطاع السيارات. الحقيقه يا استاذ عمر يعني كنا نتذكر منذ اكثر من 30 عاما او اكثر من ذلك، الحقيقه كانت مسؤولين فعلا لا يستعملوا إلا هذه السيارات، أولا تقديرا لدور هذه الشركة، تشجيعا للصناعة المصرية، الوزراء ووكلاء الوزارات والمحافظين وجميع المسؤولين في الدولة، كنا يعني حتى نراها في الأفلام القديمة، يعني أن المسؤولين كانوا بيستعملوا السيارات المنتجة من شركة النصر للسيارات. ده ما فيش شك أنه هو بيضيف للصناعة المصرية وللخزانة المصرية. لو حبيت أسأل حضرتك عن الأفرع بقى لهذه الشركة التي كانت موجودة بالفعل في القارة الإفريقية، هل هناك ستصبح لها مرحلة قادمة في أنه يتم إحياء هذه الأفرع في القارة الإفريقية وفي بعض الدول الموجودة فيها هذه الأفرع؟ طبعا النصر السيارات زي ما حضرتك ذكرت وكنا بنتكلم كلنا أنها تاريخ ممتد، وبالتالي سمعتها زي ما بيقولوا سبقها، صحيح. ومع التحديث والتطوير والاهتمام القياده التنفيذيه والقياده السياسيه بتطوير محور قناه السويس والموقع الجغرافي لمصر وقنوات قناه السويس الجديده ومجالات جديده للتصدير وتشجيع المستثمرين بشكل غير مسبوق، هذا هيفتح افاق للانتشار على مستوى افريقيا ويمكن دول شقيقه عربيه اخرى، فدي حاجه كنا يعني هدف كان مرجو ويمكن طال انتظاره زي ما بنقول، وخصوصا ان في اسواق كتيره جنبنا عندها نفس السلع ونفس المنتج، فاحنا لو قدرنا ان احنا بكفاءه نصر السيارات والخبرات المصريه والايادي المصريه، وكمان زي لازم لا يخفانا ان احنا نقول ان نصر السيارات هتستقطب
اتفاقات مصرية شابة، وهتفتح قنوات جديدة وقوية للصناعات المغذية، ودي حاجة متوازية، لأن احنا نتمنى إن احنا نطلع من بوتقة نسبة الإنتاج المحلي من 40 و45% حتى ال 50 أو 55، وده إن شاء الله هيكون على إيد مصر للسيارات. الافرع اللي كانت تابعه زي ما قلت لحضرتك بالنسبه لهذه الشركه في الدول الافريقيه، هل سيعاد النظر فيها مره اخرى حتى تصبح لها دور ايضا ليس فقط في مصر ولكن لافرع الشركه في افريقيا يا استاذ عمر؟ هو طبعا استنادا لسمعه مصر للسيارات وقوتها وتاريخها، ده هيكون ليه باع كبير جدا. ثانيا، موقع مصر الجغرافي سواء على المستوى الافريقي او العربي. ثالثا، المستحدثات على المستوى السياسي والدولي ومكانه مصر افريقيا، اللي يعني هتكون لها دافع كبير قوي قوي في الفتره اللي جايه دي، في ان الناس تهافت انها تكون من المستوردين بقى بالنسبه لهم، واحنا المصدرين في تواجد سيارات انتاج مصر للسيارات بشكل كبير ان شاء الله، ونقدر ناخد حصه تسويقيه و في مجال تجارة السيارات على مستوى أفريقيا والدول العربية بإذن الله. بتاريخ هذه الشركة الكبير أستاذ عمر وأنها لها باع يعني في الصناعة، كيف يمكن تسويق الاسم الكبير لشركة النصر للسيارات بالنسبة للمستثمر سواء العربي أو المستثمر الأوروبي في أنه من الممكن أنه يشارك في هذه الصناعة ويستطيع أن يستثمر في شركة النصر للسيارات بتوسيع خطوط الإنتاج على سبيل المثال، بناء مصانع أخرى زي ما حضرتك ذكرت مثلا على محور قناة السويس، ده موقع فريد جدا وموقع هام جدا بأن يصبح للشركة فرع مثلا في محور قناة السويس. خلينا يعني نتفق ان اي منتج يعني تسويقه بيتم طبعا في اليات التسويق، دي موضوع تاني، لكن الاساس في اي منتج وتسويقه الكفاءه والسعر، العنصرين دول لو تواجدوا بشكل مرضي سواء للانتاج المحلي او للدول الافريقيه او الدول العربيه الشقيقه، هو هيكون كافي بالدعايه لنفسه ويقدر يغزو الاسواق والمنافسه سواء النصر للسيارات داخل القاهره او داخل مصر او في افريقيا ان شاء الله. نعم، يتوقف على الكفاءه ان شاء الله والسعر، ويكون مرضي ويكون مناسب لكل دوله على حده، لان يعني برضو الاجواء بتختلف وطبيعه المناخ، طبيعه الاستخدام نعم. بيكون مختلف من دوله لاخرى، فلازم يكون في تنوع يشمل اكبر فئه في افريقيا ان شاء الله. شركه النصر قادره انها تعمل كده باذن الله، بايادي مصريه وخبرات مصريه، استنادا لتاريخها واستنادا لسمعه النصر للسيارات، هي تعتبر الركيزه والشعاع الاول وقبله الصناعه المصريه للسيارات. يعني من ضمن او المنتج اللي بتنتجه شركه النصر للسيارات استاذ عمر طبعا السياره والحافله او الاتوبيس كما يطلق عليه مثلا على سبيل المثال، لدينا حافله ستعمل بالكهرباء من انتاج شركه النصر للسيارات كما اعلن السيد رئيس الوزراء. هل في المستقبل سيقتصر فقط الإنتاج على الحافلة والسيارة أم أنه سيتطرق أو سيمتد أو سيتم توسعة خطوط إنتاج لمنتجات أخرى على سبيل المثال مثلا دراجات كهربائية، يعني سيارة صغيرة تشبه على سبيل المثال، وكان هناك مقترح سابق من أكثر من عام من السيد رئيس الوزراء لاستبدال مثلا على سبيل المثال التوك توك بسيارة مصرية يعني لها شكل حضاري أكثر تناسب البيئة المصرية؟ طبعا خلينا نقول إن مصر جزء لا يتجزأ من منظومة التجارة العالمية والصناعة العالمية، فإحنا لازم هنتماشى مع اتجاه الدول العالمية والتكنولوجيا المستحدثة واتجاه دول العالم ومصر تواكبها، صناعة السيارة الكهربائية توفيرا على المستهلك والحفاظ على المناخ وتماشي مع جودة المنتج اللي الدول كلها بتتبناها، فنأمل مع التحديث والتطوير دايما نواكب الصناعات ونواكب متطلبات الدول الراغبة في التعامل مع مصر عن طريق شركة النصر للسيارات في قطاع السيارات،
وبالتالي مش هنكون منفردين او طالعين عن المسار غير ان احنا نتوازى ونتواكب مع سيارات الكهرباء بمنتهى المهنيه والحرفيه ومختلف الموديلات. يعني برضه نقول عربيات صغيره وعربيات كبيره وحافلات، لان الفكر الشرائي مختلف بين المواطنين سواء داخل اي دوله او على مستوى القارة، بيختلف من حيث المستوى الاقتصادي والمناخي وطبيعه العمل في هذه البلاد. نعم أستاذ عمر، حضرتك مسؤول في الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، الدور اللي ممكن تلعبوه؟ أنا عمر بلبع الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وده شرف ليا إن أنا أكون مع حضراتكم طبعا، ده شرف ودي لي. مصداقية للدولة إن دايما تاخد رأي الشعبة العامة للسيارات وزملائي الأفاضل من خبرات متعددة، فلنا الشرف إن إحنا كلنا نشيد باسم الشعبة العامة للسيارات والاتحاد العام للغرف التجارية بهذا الأستاذ أنا المقام. أحب بس أتأكد من الاسم، الأستاذ عمر بلبع ولا بليغ؟ أيوة عمر لا بلبع. بلبع. بلبع يا فندم، تمام. طيب حضرتك كرئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ممكن الدور اللي تلعبه الغرفة يا فندم بالنسبة للتسويق الخارجي بيكون شكله إزاي؟ احنا يعني بالتنسيق مع مجلس اداره الاتحاد العام للغرف التجاريه برئاسه الاستاذ احمد الوكيل دايما على تواصل، دايما بنكون لنا اقتراحات وحتى لو سلبيه على اللي بيحصل في الوضع الحالي، لان مش هيبقى فيه ايجابيات غير لما نبرز السلبيات عشان ازاي نقدر نتحاشاها. بنرفع مذكره لاحمد الوكيل وهو بدوره كمجلس اداره الاتحاد بيرفعه للجهات التنفيذيه المنوط بها حل هذه السلبيات. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم عبر سكايب الأستاذ عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، شرفتنا يا فندم على شاشة النيل للأخبار، وأهلا بك دايما ضيف عزيز علينا. شكرا يا فندم، شرف ليا، وألف مبروك لمصر عبر ألف مبروك السيارات. لحضرتك وللسادة أعضاء الغرفة التجارية وللاقتصاد المصري، تحياتي لحضرتك يا عمر بيه.